الدنيا اقل من دقيقه ما اخبيش عليك انت مش غريبه يا كابتن. لا لا مش غريبه. عشان نلحق بس نقول بسرعه شويه تعليقات. ظهور الربيع بتقول 3-1 اهلاويه وافتخر. احمد بكر بيقول فوز الاهلي ان شاء الله 1-0. يوسف حسن 1-0. انا برضو يا يوسف بقول 1-0. ايه ربطها صابر السيد علي ان شاء الله ربنا هيكرمنا ونصعد رغم انف الحاقدين وما قلناش نتيجه بعينها يعني. محمود يحيى 1-0 كويس جدا. سهى ده ايه بقى؟ سهى عهد ده؟ شهد. ولا ده شهد؟ ده شهد. 1-0 ماشي. واحمد حربي بيقول ان شاء الله باذن الله فوز الاهلي برضو ما قالش نتيجه معينه. هايدي سعد بتقول 2-1 وحسن اسلام بيقول 3-0 للاهلي. معقوله يا حسن؟ يا ريت. مصطفى ابو زيد 1-1. على كل حال انا بعتذر جدا طبعا الوقت بس بيجري ولازم دلوقتي ننهي الحلقه. كابتن حشيش ان شاء الله خير. يا انا بتفائل بحضرتك والله. ان شاء الله خير باذن الله وهنبارك لكم بعد المباراه ان شاء الله بصعودنا للدور الاربعه يا رب. ان شاء الله تكون بدايتنا يوم الاحد مع كل حضراتكم حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي كما عودتنا دائما نهاوند بجملتها اللي بنتفائل بيها صباح النصر ان شاء الله في الاحد باذن الله.